قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك ما خاب عبد سألك أنت له حيث سلك لولاك يا ربي هلك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك كل نبي وملك وكل من أهل لك وكل عبد سألك سباح أو لبى فلك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك على مجار المنسلك يا مخطئا ما أغفلك والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك على مجار المنسلك يا مخطئا يا باغي الخير هذا شهر مكرمة أقبل بصدق جزاك الله أحسانا أقبل بجود ولا تبخل بنافلة واجعل جبينك بالسجدات عنوانا. أسعد الله صباحكم مشاهدينا بكل خير، ها نحن وإياكم نلتقي من جديد في حلقة متجددة وبرنامج الصباح كربلاء في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان المبارك. بالتأكيد سوف تكون معنا فقرات حول شهر رمضان المبارك وأهمية التفرغ للعبادة في هذا الشهر وكيف نستطيع التعامل مع هذا الشهر بأتم وجه ونحن نمارس ذات الأعمال سواء بالدراسة أو الواجبات أو العمل. سوف تكون معنا أيضا فقرات مميزة ومواضيع كثيرة وضيوف كرام وتشاركني في تقديم هذه الفقرة والحلقة المميزة إن شاء الله الزميلة العزيزة أسراء. أسعد الله صباحكم، الله يسعدك ورمضان مبارك عليكم إن شاء الله. وأسعد الله صباحك بالخير والعافية يا سوزان، ورمضان إن شاء الله شهر رمضان كريم عليكم وعلى العائلة يا رب. على جميع إن شاء الله أحسنتم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك، فالحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الأصباح ديان الدين رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين حبيب قلوبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأسعد الله صباحكم بالخير والعافية مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم وأنتم معنا في هذه الحلقة الجديدة المتجددة المباشرة من صباح كربلاء. إن شاء الله فقرات غنية بالمتعة والفائدة لكم. قبل ما نبدأ باستعراض الفقرات نقول لكم صيام مقبول إن شاء الله، والله يتقبل أعمالكم بهذا الشهر الفضيل وهو شهر رمضان المبارك. إذن كما عودناكم في بداية كل حلقة نستعرض وإياكم فقراتنا حتى يتسنى لكم متابعة ومشاهدة هذه الحلقة. أمسيات قرآنية ومحاضرات توعوية للنسوة في محافظة المثنى نسلط الضوء عليها في تقرير كرار الياسري. وفي فقرة لماذا لأن تكمل لموضوع لماذا نصوم، وأيضا في فقرة سلامتك نسلط الضوء على الدراسة في شهر رمضان المبارك. وفي فقرة سؤال التفاعل هل يقل استخدامك لجهاز موبايل في شهر رمضان المبارك، نتعرف إياكم على الإجابة في هذه الفقرة، وبالتأكيد سوف تكون هناك جولة ميدانية نتعرف فيها أيضا على مجموعة من الآراء والاستطلاعات. لنبدأ دائما ونتبارك بالزيارة المباركة من أمير المؤمنين سلام الله عليه، لنستمع إلى الزيارة المخصوصة للأمة الأطهار لهذا اليوم، فلننتقل إلى ذلك المرقد المطهر لنتبارك بتلك المراقد المطهرة والمباركة إن شاء الله في كل وقت وفي كل حين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم يا خزان علم الله،
السلام عليكم يا تراجمة وحي الله، السلام عليكم يا أئمة الهدى، السلام عليكم يا أعلام التقى، السلام عليكم يا أولاد رسول الله. أنا عارف بحقكم، مستبصر بشأنكم، معاد لأعدائكم، موال لأوليائكم، بأبي أنتم وأمي صلوات الله عليكم. اللهم إني أتولى آخرهم كما توليت أولهم، وأبرأ من كل وليجة دونهم، وأكفر بالجبت والطاغوت واللات والعزى، صلوات الله عليكم يا موالي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيد العابدين وسلالة الوصيين، السلام عليك يا باقر علم النبي، السلام عليك يا صادقا مصدقا في القول والفعل، يا موالي هذا يومكم وهو يوم الثلاثاء، وأنا فيه ضيف لكم ومستجير بكم، فأضيفوني وأجيروني بمنزلة الله عندكم وآل بيتكم الطيبين الطاهرين. لبيك إن الحمد لك والعز لا شريك لك، والملك لا شريك لك، والحمد والنعمة لك، إلهنا ما أعد لك، مليك كل من مالك. إلهنا ما أعد لك، مليك كل من ملك، لبيك قد لبيت لك، لبيك. حياكم الله وبياكم مشاهدين الكرام بعد هذه العودة المباركة من الحرم العلوي المطهر. نسأل الله تعالى بحرمة أمير المؤمنين عليه أفضل الصلوات والسلام أن يقضي حوائجنا وحوائجكم. من الأخطاء الشائعة واللي نستعملها احنا في حياتنا وجائز ما عندنا في الدراية بها، نقول رمضان، وهذا الشيء لا يجوز. فقد روي عن إمامنا الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال: لا تقولوا هذا رمضان، ولا ذهب رمضان، ولا جاء رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله عز وجل، ولا يجيء ولا يذهب، وإنما يجيء ويذهب الزائل، ولكن قولوا شهر رمضان،
فالشهر المضاف إلى الاسم، والاسم هو اسم الله عز وجل، وهو الشهر الذي أنزل فيه القرآن، جعله الله تعالى مثلاً وعيداً. إذن شهر رمضان مبارك علينا وعليكم مشاهدينا الكرام، وجميل أن يكون هذا الشهر هو شهر استثمار للدعاء والزيارة والتقرب إلى الله عز وجل، عسى أن يعتق رقابنا من النار. ومن الأدعية الجميلة هي الأدعية المخصصة لكل يوم من أيام هذا الشهر الفضيل. نبقى إن شاء الله مع دعاء اليوم السادس من شهر رمضان المبارك. اللهم لا تخذلني فيه لتعرض معصيتك، ولا تضربني بسياط نقمتك، وزحزحني فيه من موجبات سخطك. بمنك وأياديك يا منتهى رغبة الراغبين. انتقلوا لنشأة ثانية، بكينا فراقهم وتألمنا أياما وليالي، وقفنا على مثواهم الأخير بين الحين والحين، حتى اعتدنا الفراق فأنستنا الأيام. المضحك المبكي أننا كذلك سوف ننسى، لكن السؤال المهم والأهم، هل نسوناهم؟ الإجابة بالتأكيد كلا. يقفون عند الأبواب بانتظار صدقة باسمهم تهدى، أو سورة السبع المثاني لهم تتلى. فلا تبخلوا على أحبتكم بالحب والدعاء والصدقة. هذا التواصل الذي ممكن يكون في هذه الأيام في شهر رمضان المبارك، ممكن يكون هناك تزاور بين الأقرباء، باعتبار من أهم المصادق اللي ممكن نحققها في شهر رمضان المبارك هي صلة الرحم للأحياء بالطبع، لكن الأموات أيضا يحتاجون من عندنا أنه إحنا نذكرهم أيضا، لأن نفس الدائرة راح تدور علينا بالتالي. الأبناء مثل ما راح يشاهدون نذكر الأموات ونصدق عليهم بهذه الأيام المباركة، باعتبار كل عمل نقوم به في هذه الفترة راح يكون مضاعف. فجميل أنه يعني نلتفت إلى هذا الموضوع. أكيد. أسألك حول هذا الموضوع، يعني أنا متأكدة أنه عندكم ممارسات من الأهل أو للذكر، يعني ذكر الأشخاص اللي فارقونا في شهر، مدى أهمية في شهر رمضان المبارك. شوفين دائما يصير التزاور بين الأهل والأقارب والعائلة، جميل عندما نتزاور، خاصة إذا كنا معزومين أو عازمين أحد على مأدبة الإفطار، في نهاية الإفطار نهدي ثواب ما أكلناه إلى أحد موتانا، وهذا الشيء احنا متعارفين عليه. يعني حتى مثلا سعاداتنا، مثلا إذا رحنا بيت الأهل بعد الإفطار نقرأ فاتحة إلى الوالد رحمه الله، وهذا الشيء متداول، وشيء راح يكون هناك صلة قربة بين الموجودين. يعني اليوم احنا دنشوف الأخ، دنشوف الأخت، دنشوف الوالدة، زين، وفي نفس الوقت لما نقرأ الفاتحة راح نعرف اليوم ونعلم أولادنا على هذا الشيء، وتكون لهم ممارسة. يعني شوفي، هو التعلم منذ الصغر كالنقش على الحجر. اليوم الطفل الكشمت تعلميه راح يتعلم أكو شيء يتعلمه، أكو شيء يشوفش بالممارسة راح يأخذه من عندك. نعم. يعني بدون ما تبذلي جهد وتعلمي. صح، وخاصة شهر رمضان المبارك التزاور اليوم جدا ضروري. يعني صلة الرحم وصلة القربة مهم جدا. يعني أما تكون على مأدبة الإفطار أو بعد الإفطار على أشياء، يعني ما شاء الله هذا الشهر الفضيل هو شهر كريم، دائما السفرة تكون عامرة، دائما الحلويات موجودة، الأشياء موجودة،
حلو يكون التزاور بين الأهل والأصدقاء حتى يعني بس البعض يعني يضايق من هذا الموضوع، أنه يما يجوز زوار يضايق أنه يقول لك أنا هذه الفترة فترة عبادة دا أريد أقرأ قرآن أو عندي ختمة أو عندي بعض الأعمال، هي هاي من العبادة، هي هذه صلة الرحم هم من العبادة، يعني هي هذه هم من العبادة، فممكن إحنا فقط ممكن الممارسة خطأ. نعم. ممكن أنه ليش إحنا ندخل في حديث وممكن أنه فقط للتسلية أو قضاء الوقت، ممكن خلينا نسوي لنا ختمة أو دعاء. صح. يعني جلسة قرآنية نقرأ جزء من القرآن، فممكن إحنا بيدنا إحنا وقت هو بيدنا سوزان اليوم. صح. دين سمح، دين صحيح. جميل جدا، إحنا يجب أن منعقده يعني مو نعلم اليوم أولادنا أنه هذا الشهر الفضيل لازم ما نطلع فقط. صح. بالبيت فقط نعبد فقط نتقرب إلى الله تعالى، لا لازم نعلم هناك أشياء يجب أن نعملها، مثل ما قلت اليوم الصدقة صلة الرحم، هاي أيضا من الأمور العبادية اليوم اللي يجب أن إحنا نمارسها وأيضا نعلمها إلى أولادنا. أحسنتم. إن شاء الله. أيضا من الأمور الجميلة في هذا الشهر الفضيل الأمسيات القرآنية وكذلك المحاضرات التوعوية التي تقام سواء في كربلاء المقدسة أو في باقي المحافظات. على سبيل المثال مركز الإرشاد التابع للعتبة الحسينية المقدسة في محافظة المثنى يقيم أمسيات قرآنية محاضرات توعوية للنساء في هذا الشهر الفضيل. نسلط الضوء إن شاء الله على هذه المحاضرات وعلى هذه الأمسيات مع الزميل كرار الياسري، التفاصيل في هذا التقرير. بمناسبة انتهاء شهر شعبان المعظم واقتراب شهر رمضان العودة إلى الخالق، نظم مركز الإرشاد الأسري التابع للعتبة الحسينية المقدسة ممثلية المثنى أمسية قرآنية ومحاضرات إرشادية وتوعوية للنسوة بالتعاون مع مركز زهرة الرحمن القرآني ومؤسسة المواهب القرآنية في مدينة السماوة. يقيم مركز الإرشاد الأسري التابع للعتبة الحسينية المشرفة أمسية قرآنية بالاشتراك مع مركز زهرة الرحمن القرآني النسوي، وطبعا مثل ما تشاهدون حضرتكم أنه عندنا تجمع نسوي. هذا التجمع تم عن طريق أنه دروسنا القرآنية من دروس حفظ إلى دروس تلاوة إلى دروس تجويد، فهذني الدروس كليتها اجتمعوا الأخوات في هذه الأمسية. هذا الشهر الناس جميعا هم ضيوف الرحمن، هذه الأمسية القرآنية الهدف منها استرجاع الروح الإيمانية لدى الناس، وأيضا محاضرات إرشادية تربوية نفسية. هذه المحاضرات تهدف إلى تمكين الأسرة والروابط الأسرية بما يخدم مصلحة الأسرة إن شاء الله. وتضمنت الأمسية فقرات متعددة أبرزها الحفظ والتلاوة والنغم ومخارج الحروف، إضافة لتعليم فئة الشباب منهن كيفية جعل القرآن الكريم جزءا من حياتهن اليومية ولا غنى لهن عنه كونه ربيع القلوب ورفيق المتقين. أما الدروس الفقهية والعقائدية والمحاضرات الإيمانية التي يقدمها المركز، حثت النسوة على الالتزام بالحجاب والمبادئ الزينبية. من خلال هذه الفقرات سوف نعلم الفتيات كيفية استقبال شهر رمضان من تلاوة القرآن وكيفية المحافظة على حجابهم وصيامهم، وفقرات شهر رمضان راح تكون جلسات قرآنية وختمات قرآنية. نقيم هاي المحافل بسبب أنه نوعي الناس على قراءة القرآن الكريم، وبعض النساء ما يقدرون يقرون القرآن الكريم، فالأحسن لهم أنه يقرون القرآن الكريم، لأنه كل شيء بحياتنا معتمد على القرآن الكريم، كل تفاصيل حياتنا معتمدة على القرآن الكريم. وبما أنني أحب القرآن الكريم وهو جزء من حياتي اليومية، أحب أتشارك بهذه المحفل القرآني.
مشاهدينا الأكارم نتواصل وإياكم، وأشكر جزيل لزميل كرار ياسري على هذا التقرير اللي أشار لأهمية قراءة القرآن، والكل يعرف أهمية قراءة القرآن في هذه الفترة بالتحديد، فعندما تقرأ القرآن فأنت تعطي عينيك ثواب النظر، وأذنيك ثواب السمع، ولسانك ثواب النطق، وقلبك ثواب الإيمان، وعقلك ثواب التدبر، فأدمنوا تلاوة القرآن. من الأمور أيضا المهمة أن نعرف لماذا نصوم في هذا الشهر، وما هو فضيلة وأهمية الصوم في هذا الشهر الفضيل، حتى ندرك ونعمل هذا العمل بإيقان وإيمان تام. حتى نتعرف لماذا نصوم شهر رمضان المبارك، سوف تأتيكم الإجابة في الفقرة التالية. لماذا؟ لأن مع الضيف إن شاء الله اللي راح يعرفنا على هذه المعلومة الشيخ صفاء الخزرجي، لنكون مع الفقرة التالية ولنتعرف على أهمية وحكمة الصوم. السؤال الثاني هو أنه هل شهر رمضان كان مفروضا على الأمم السابقة أو هو مختص بهذه الأمة؟ الجواب على ذلك، فيما يرتبط بفرض الصوم على الأمم السابقة، نعم كما يصرح القرآن الكريم أن الصوم مكتوب وواجب على سائر الأمم الأخرى، ولكن لم يصرح القرآن بأن هذا الصوم كان في شهر رمضان أو في غير شهر رمضان. نعم الصوم موجود عند اليهود، قالوا 6 أيام عندهم، قالوا عند النصارى 40 يوما، وأقوال أخرى. الوارد عندنا من طريق أهل البيت سلام الله عليهم أن هذا الصوم إنما هو في شهر رمضان لخصوص هذه الأمة، باعتبار أنها خير أمة أخرجت للناس كما يصرح القرآن الكريم، فهنا اختصت بهذا الفضل واختصت بهذه الفضيلة إكراما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا تفضيل هذه الأمة هو سببه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالكرامة الذاتية هي للنبي بالأصالة، وهذه الأمة كرمت بهذه الكرامة بالتبع وليس بالذات كما يقال. في حديث عن الإمام الصادق سلام الله عليه، هنا الإمام في حديث حفص بن غياث الذي سوف نقرأه يشير إلى حقيقة. الإمام يقول شهر رمضان مختص صيامه بالأنبياء وما كان موجودا في الأمم الأخرى، وهذا يعطي في الحقيقة رسالة إلى الإنسان المؤمن الصائم من أمة الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه الآن هو جالس على مائدة الأنبياء، على سفرة الأنبياء، يعني هذه المائدة جالس عليها إبراهيم، جالس عليها نوح، جالس عليها موسى وعيسى، وأنت أيها المؤمن الطيب الصائم في هذا الشهر. فليعرف الإنسان قدره أن هذه المائدة الرمضانية شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، في هذه الضيافة الإلهية جلس هؤلاء الأنبياء وهذا الإساء، وطبعا الناس على مراتب. نقرأ هذه الرواية الشريفة التي ذكرها حفص بن غياث ورواها الشيخ الكليني في الكافي الشريف عن الإمام الصادق، يقول عليه السلام، يقول حفص: سمعت أبا عبد الله يقول إن شهر رمضان لم يفرض صيامه على أحد من الأمم قبلنا، فقلت له: فقول الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون؟ قال: إنما فرض الله صيام شهر رمضان على الأنبياء دون الأمم، ففضل الله به هذه الأمة وجعل صيامه فرضا على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى أمتي. رواية أخرى أيضا يرويها الشيخ الكليني، قال: قال رسول الله، الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لما حضر شهر رمضان: أيها الناس، هذا الشهر قد خصكم الله به وحضركم، وهو سيد الشهور. في دعاء الإمام زين العابدين وسيد الساجين سلام الله عليه يقول: ثم آثرتنا به على سائر الأمم.
فإذن هذا الشهر هو في الحقيقة آثرنا الله به، قدمنا الله به على سائر الأمم فأجلسنا على مائدة الأنبياء. هنا الإنسان لابد أن ينتبه إلى هذه الضيافة، إلى هذه المأدبة المعنوية الروحية، كيف يكون مؤدبا بمحضر أولياء الله، بمحضر أنبياء الله سلام الله عليهم أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى كما ورد في دعاء اليوم الأول بهذا الشهر، اللهم اجعل صيامنا فيه صيام الصائمين. إلى فضيلة الشيخ صفاء الخزرجي على ما بينه من فضل الصيام في شهر رمضان المبارك. إن أعظم ما في الدعاء إنك تناجي رب العباد ملك الملوك ليس كمثله شيء، من بيده ملكوت كل شيء. وهذا الدعاء لا يحتاج إلى واسطة، لا يحتاج إلى صوت، لا يحتاج إلى أي شيء، فقط راح يكون بينك وبين الله. إذن خلي دائما تكون أوقاتنا معمورة بذكر الله، وأوقاتنا خالصة للدعاء والتقرب إلى الله عز وجل. هذا شهر فضيل، أيامه معدودات وأيامه قليلة، يعني شوفين اليوم يوم السادس من شهر رمضان المبارك، صحيح. يعني دا يمشي بسرعة، شهر خفيف، شهر كل ما تسوين به من أعمال راح تثقل إن شاء الله هناك أعمالك في الآخرة، لكنه هو شهر خفيف زائر، خفيف الظل مثل ما نقول، وكثير الهدايا وكثير العطاء. أحسنت، يعني دائما نقول في مثل ما ذكرت قبل قليل، سبحان الله اللي هو أساسا يعطينا هذه البركات، بالتالي يطلب من عندنا أنه إحنا نقدم أساسا ما أعطانا يا الله سبحانه وتعالى، يعني ينطينا الصحة وينطينا العافية ويرزقنا الأموال، بعد ذلك يلهمنا حتى أنه نتصدق بهذه الأموال وهي أن ناس تحتاج المساعدة، بعدين يبارك لنا بالعمل اللي قمنا به. فشوفي هذه الأعمال يعني هي بالتالي لنا، يعني كل ما موجود سواء هذه الأعمال مثل ما ذكرتي أعمال شهر رمضان المبارك اللي قلتي أنه زائر خفيف، هو مو فقط شهر رمضان، هذا أعتقد هو مجرد إعادة لكل أحوالنا في العام الكامل. ممكن أنه نحاول أنه نسترجع أنه أفعالنا، علاقاتنا، كل الأمور، يعني أعتقد هو وقت مراجعة. شايفة لما يصير عندك امتحان وتحتاجين أنه وقفة حتى تراجعين بمواضيع حياتك، فأعتقد هو شهر رمضان هو وقفة مع النفس، ممكن ننطلق من عندها حتى نصحح الكثير من الأمور اللي ممكن تكون فاتت عندنا. عدم الإقبال على الطعام ممكن يراح يريح العقل ويكون به فائدة كثيرة، حتى يعني الطاقة النفسية أيضا تتجدد. أحسنت، يعني اليوم مثلتي تمثيل جميل جدا، نقول يصير إعادة تدوير، يعني احنا خلينا نمثلها مثل جهاز الموبايل، بين فترة وأخرى نسوي له ضبط وإعادة تشغيل حتى يفرمت نفسه، صحيح. فاليوم الإنسان هم مطلوب هذا الشيء منه، خلي احنا الشهور اللي قدمنا بها من أعمال خلي نقويها ونحسنها في شهر رمضان المبارك، ويكون شهر مراجعة للنفس، صحيح. نراجع نفسنا، شنو الأخطأنا، شنو سوينا، حتى نستطيع أن نصححها في الأشهر القادمة. أحسنت. إذن مشاهدينا الكرام مرة أخرى نقول شهر خير وبركة وشهر عافية على الجميع، وهو الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك. نأخذ فاصل ثم لنا عودة. Thank you.
مشاهدين الأكارم نتواصل وإياكم في هذا الوقت الطيب والمبارك إن شاء الله، ونشاهد أنه الأجواء لطيفة في هذه الفترة. خلينا نعرف معلومات أكثر دقيقة حول أحوال النشرة الجوية لهذا اليوم مع الزميل كرار الوزني. أسعد الله صباحكم بكل خير وشهر رمضان مبارك عليكم وتقبل الله أعمالكم. تحية طيبة، أسعد الله صباحك سوزان، تقبل الله قيامنا وقيامكم في هذا الشهر الفضيل. الله يبارك فيك. تحية طيبة أسراء. صباح الخير. صباح الخير والعافية. حقيقة كرار احنا دنعيش ونشهد فد أجواء جميلة جدا، يعني أجواء معتدلة جميلة ربيعية ربيعية الحمد لله. الله يديم هذه النعمة علينا، راح احنا محتاجين في شهر رمضان. راح تستمر مع اندفاع الكتلة الهوائية الباردة من أوروبا نهاية هذا الأسبوع مطلع الأسبوع القادم. جيد. موجة ستكون واسعة وشاسعة تجتاح أغلب المحافظات العراقية، هناك انخفاض سيكون شديد وحاد في بعض الأماكن في درجات الحرارة، نسجل صفر مئوي لربما، وموجة من الثلوج في المناطق الشمالية. يعني نرجع الصوفات كرار؟ أنا أفكر أنه الصوفات على بلوزات إن شاء الله، خاصة بالنسبة للأطفال خلال هذه الفترة. أي موجة، يعني كل المؤشرات الأولية تؤكد أنها موجة شديدة البرودة. عاشت إيدك على التنويه حتى نحضر نفسنا لهذا الموضوع. إن شاء الله خلينا نعرف تفاصيل دقيقة لكم الحديث. كل تفاصيل النشرة الجوية أكيد بعد قليل. أسعد الله صباحكم مشاهدينا الأكارم أينما كنتم بكل خير في صباح جديد مع نشرة الأنواع الجوية والتي تأتيكم ضمن برنامج صباح كربلاء، والبداية مع التصريح الرسمي من قبل الهيئة العامة للأنواع الجوية والرصد الزلزالي في وزارة النقل العراقية عن حالة الطقس في البلاد ليوم الثلاثاء الموافق 28 من آذار، حيث سيكون الطقس في المنطقة الوسطى صحو مع بعض الغيوم، درجة الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تتراوح سرعتها من 20 إلى 30 كيلومتر في الساعة، ومدى الرؤية سيكون من 6 إلى 8 كيلومتر. أما المنطقة الشمالية طقس صحو وفي أقسامها الشرقية غائم مع تساقط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية، ويتحسن الطقس ليلا، درجة الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تتراوح سرعتها من 20 إلى 30 كيلومتر في الساعة، ومدى الرؤية سيكون من 6 إلى 8 كيلومتر. وفي الأمطار تنخفض مدايات الرؤية لتصبح من 3 إلى 5 كيلومتر. أما المنطقة الجنوبية طقس صحو مع بعض الغيوم، درجة الحرارة مقاربة لليوم السابق، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تتراوح سرعتها من 20 إلى 30 كيلومتر في الساعة، ومدى الرؤية سيكون من 6 إلى 8 كيلومتر. بينما درجات الحرارة في العراق ستكون كالآتي. كالعادة نبدأ أولا من العاصمة بغداد، سجلت صغرى لهذا اليوم 16 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 26 درجة، والطقس مشمس في العاصمة بغداد لهذا اليوم. البصرة سجلت صغرى لهذا اليوم 16 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 28 درجة، والطقس مشمس في البصرة لهذا اليوم. أربيل سجلت صغرى لهذا اليوم 13 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 20 درجة، والطقس غائم جزئي وممطر في بعض الأحيان في أربيل. كربلاء المقدسة سجلت صغرى لهذا اليوم 17 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 27 درجة، والطقس مشمس في كربلاء المقدسة لهذا اليوم. ذي قار سجل الصغرى لهذا اليوم 16 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 27 درجة، والطقس مشمس في ذي قار لهذا اليوم. السليمانية سجل الصغرى لهذا اليوم 11 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 19 درجة، والطقس غائم جزئي وممطر في بعض الأحيان في السليمانية لهذا اليوم. بابل سجل الصغرى لهذا اليوم 16 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 27 درجة، والطقس مشمس في بابل لهذا اليوم.
ميسان سجل الصغرى لهذا اليوم 16 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 26 درجة والطقس مشمس في ميسان لهذا اليوم. دهوك سجل الصغرى لهذا اليوم 12 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 22 درجة والطقس غائم جزئي وممطر في بعض الأحيان في دهوك. الأنبار سجل الصغرى لهذا اليوم 14 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 26 درجة والطقس مشمس في الأنبار لهذا اليوم. النجف الأشرف سجل الصغرى لهذا اليوم 16 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 27 درجة والطقس مشمس في النجف الأشرف لهذا اليوم. الديوانية سجل الصغرى لهذا اليوم 16 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 27 درجة والطقس مشمس في الديوانية لهذا اليوم. الموصل سجل الصغرى لهذا اليوم 14 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 25 درجة والطقس غائم جزئي في الموصل لهذا اليوم. ديالى سجل الصغرى لهذا اليوم 15 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 25 درجة والطقس مشمس في ديالى لهذا اليوم. واسط سجل الصغرى لهذا اليوم 15 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 25 درجة والطقس مشمس في واسط لهذا اليوم. صلاح الدين سجل الصغرى لهذا اليوم 15 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 25 درجة والطقس مشمس في صلاح الدين لهذا اليوم. المثنى سجل الصغرى لهذا اليوم 15 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 27 درجة والطقس مشمس في المثنى لهذا اليوم. هذا كله ما رصدناه عن حالة الطقس في البلاد وعدد من المحافظات العراقية. نلتقي دائما على المحبة والود بعد العاشرة والنصف. هذه عودة مرة أخرى إلى سوزان وإسراء لإكمال ما تبقى من فقرات برنامج صباح كربلاء. مشاهدينا الأكارم نتواصل وإياكم ونشكر حقيقة زميل كرار الوزني على هذه المعلومات حول أحوال الطقس والمناخ اللي تساعد كثيرا مثل ما ذكر مع تحسن درجات الحرارة والانخفاض، ممكن تساعد الطلبة كثيرا على أنه يمارسون الدراسة وأيضا شهر رمضان المبارك. كنا عندنا تلاميذ وخلال هذه الفترة ممكن بعضهم داخل في خاصة فترة الإعدادية والمتوسطة في فترة امتحانات شهرية، فجدا مهم أنه يؤدون الأعمال والدراسة وفي ذات الوقت يمارسون أيضا عباداتهم حتى يعتادون على هذا الموضوع. حابة أنه أسأل زميلتي حول هذا الموضوع باعتبار أيضا عندها طلبة، الله يبارك بهم إن شاء الله يوفقهم ويساعدهم على هذه الفترة الصعبة اللي بيها دراسات، وخاصة أنت عندك أعتقد بكالوريا هذه الفترة كل شيء عندهم دراسة. أول شيء يعني أتمنى من كل قلبي النجاح والتوفيق لكل أولادنا وطلابنا، والله لا يضيع تعبهم يا ربي إن شاء الله. وإذا سألتيني على هل يعني الدراسة صعبة بشهر رمضان المبارك أقول لك إيه صعبة بشهر رمضان، لأن شوية شهر رمضان راح يتغير كل روتين حياتك، نومتك قعدتك. الحل تقسيم الوقت بالشكل الصحيح، يعني يجب أن يكون هناك يعني الطالب يكون مثابر وشاطر بهاي هذا الشيء، يقسم وقته، يعرف شو وقت ينام شو وقت يقعد شو وقت يقرأ يروح للمدرسة، خاصة مثل ما قلتي الطلاب البكالوريا أكيد عندهم محاضرات، وأكيد وزارة التربية هم لها استعدادات بهذا الموضوع.
إذن حتى نتعرف أكثر عن الدراسة في شهر رمضان المبارك انضم معنا مباشرة وعبر الاتصال الهاتفي مشكورا المشرف التربوي اختصاص اللغة العربية من تربية محافظة كربلاء المقدسة الأستاذ عقيل خضر الجبوري. أسعد الله صباحكم بالخير والعافية أستاذ عقيل، وإن شاء الله شهر رمضان مبارك عليكم وعلى العائلة الكريمة. أسعد الله صباحكم وشهر رمضان مبارك إن شاء الله. طيب الله أوقاتكم ورمضان كريم عليكم وعلى جميع الأمة الإسلامية، وندعو الله تبارك وتعالى أن ينعم على الجميع بالسلم واليمن والبركات والخير والعفو والمغفرة. الله يبارك فيكم. الله يحييك أستاذ عقيل. أستاذ عقيل، نريد نعرف من جنابكم الكريم، هل هناك إجراءات خاصة تتخذها وزارة التربية في شهر رمضان المبارك، أم الحال كما هو عليه مثل باقي الشهور؟ تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم، مجددا ألقي عليكم تحية الصباح وتقبل الله منا ومنكم الطاعات. إجراءات وزارة التربية زميلاتي الكريمات في هذا الشهر حقيقة هي كما هي في سائر الشهور، ذلك أن سياسة الدولة تشمل كل الوزارات، وأن وزارة التربية على الخصوص ملزمة بوقت وخطة سنوية تحاول فيها إكمال المناهج الدراسية، لكن على المستوى المديريات والمدارس هنالك إجراءات من قبل إدارات المدارس والمدرسين، ذلك يكون بتخفيف العبء على الطالب من خلال تقليل المادة اليومية والتحضير اليومي، فضلا عن استخدام بعض الطرائق التدريسية الحديثة كطريقة المجاميع في الدرس لجعله أكثر سهولة ويسرا، ولكي يكون تشاركيا تفاعليا حتى تصل الفكرة والدرس إلى جميع الطلبة بصورة جيدة. أحسنتم. طيب خلينا نتحدث، يعني مثل ما ذكرنا قبل قليل أكو فترات وبعض المراحل مضطرين أنه يجرون بعض الامتحانات في هذه الفترة باعتبار هي فترة امتحانات ومقبلين قريبا جدا على امتحانات آخر السنة. خلينا نعطي نصيحة للطلبة اللي اعتادوا، وأعتقد يعني بعض الطلبة ما معتادين أنه شهر رمضان يدخل في هذه الأيام المباركة ويصير عندهم دراسة، وذات الوقت أيضا ممكن يكون هناك أداء للعبادات، شنو تنصحهم حتى تكون دراستهم أفضل من حيث طريقة الدراسة ومن حيث أفضل الأوقات للدراسة؟ جميل، جميل جدا، شكرا لهذه المداخلة الجميلة الفاضلة. بالنسبة إلى الشهر الفضيل وتوزيع أوقات الدراسة والتحضير على ساعات هذا الشهر، نحن نعلم كما ورد في الأثر والشرع المقدس أن هذا الشهر الكريم ساعاته أفضل الساعات. نعم. فينبغي لكل المسلمين الذين يتحلون بهذه العبادة أن تكون عباداتهم مقرونة بالساعات وموزعة عليه حتى يتحصل الأجر ويتحصل الثواب ويتحصل التفوق العلمي. فبالتالي الطالب هو مكلف أيضا بالدراسة ومكلف أيضا شرعا بأداء الصوم لمن وجب عليه الصوم بالتكليف. لذلك يختار الأوقات التي تساعده على هضم المادة وانسياب شرحها وأدائها كيما تتحقق الغاية، ولكن ذلك لا يتحصل للطالب بمفرده، لا بد من تدخل الأسرة في تحديد ساعات الدراسة والتحضير والاستعداد. نعم أحسنت. حتى لا تضيع الفرصة ولا يضيع الأجر. طيب طيب تحضرتك ذكرت الأسرة، واليوم احنا من منطلق قول رسولنا الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اليوم احنا نعم. الأهالي مثل ما نريد اليوم وزارة التربية المدارس لها دور في تعزيز وتقوية اليوم الطالب من خلال إكمال مسيرته الدراسية، اليوم احنا هم كأهل وكأسر يجب علينا أن تهيئة الجو المناسب والملائم لأولادنا للدراسة،
يكون هناك أيضا مثل ما نقول مواصلة بين الأسرة وبين المدرسة، يعني إحنا مو فقط يذهب ابننا للمدرسة وخلص الأمر، يجب أن يكون هناك تواصل بين الإدارة وأيضا بين أولياء الأمور. طيب برأيكم ما هو دور الأسرة اليوم في تعزيز هذا الشيء وهو تقديم الجو الدراسي الملائم لأولادها؟ الطالب مقصده العلا وهو يطير بجناحين، إحدى أو أحد هذين الجناحين هو الأسرة، وللأسرة والأهل دور كبير ومسؤولية جسيمة عظيمة في مساعدة الأبناء والوقوف إلى جنبهم في هذا الشهر خاصة وفي سائر الشهور عامة، حيث أن المساندة والدعم الذي يتلقاه أولادنا وطلابنا من أسرهم له غاية الأثر في النجاح والتفوق. لذلك على الأسرة المتابعة وتنظيم الوقت، لاحظي تنظيم الوقت ينبع ممن؟ من الأسرة، من ولي الأمر، تنظيم الوقت لأبنائهم مع متابعة وحرص شديد على تنظيم الوقت. يعني نحن استقينا تنظيم الوقت من الله سبحانه وتعالى أولا ومن أهل البيت ثانيا. الله سبحانه وتعالى يقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، ثم بعد ذلك تقسم الشهر إلى 30، ثم اليوم إلى 24 ساعة وكذا. فالتنظيم هو يقول سلام الله عليه استعينوا على الطاعة وبنظم أموركم، على بطاعة الله بتقوى الله ونظم أموركم. التنظيم شيء مهم جدا وأساس في النجاح والإنجاح. أحسنتم. هذا بالنسبة للطالب، فتقع تلك المسؤولية على ولي الأمر في تنظيم وقت الدراسة، وقت الراحة، وقت النوم، وقت الصلاة، وقت الإفطار والسحور. مع ذلك على الطالب في هذه الأيام أن يختار، أن يختار له إفطارا جيدا، سحورا جيدا، لكي نضمن ماذا؟ التغذية الجيدة، القوة البدنية، القوة الفكرية العقلية لطلبتنا لمواصلة الدراسة، مع التوفيق والدعاء لهم في هذا الشهر الفضيل بالتوفيق والنجاح بإذن الله تعالى. أحسنتم. طيب الآن تحدث زميلتي عن دور الأسرة بهذا الموضوع وأيضا تحدثت عن هذا الدور، خلينا نسلط الضوء أيضا على موضوع جدا مهم آخر، اللي هو شلون يقدر التدريس بهذه الفترة يستغل هذا التوجه اللي عند الطالب للعبادة بحيث يصحح بعض المفاهيم والسلوكيات، لأن نعرف خلال الفترة الماضية شهدنا مواقع التواصل وهذه الهجمة على المدرس بحيث أنه ممكن نقول أنه عدم احترام لهذه الشخصية القديرة وعدم احترام لهذه الشخصية. شلون أقدر أوصل هذه الرسالة من خلال هذه الفترة العبادية للطالب بتحسين السلوكيات ويعني أقوم سلوكه في هذه الفترة بإيجاز، لأنه وقتنا للأسف شارف على الانتهاء. طبعا أنا أيضا نبدأ من متابعة الأسرة في جوابي عن هذا السؤال. أيضا لا تتنصل الأسرة عن هذه المهمة وهذا الدور العظيم الجسيم، فهو يكون متابعا له ومواصلا ومغذيا له خلقا وخلقا وتعليما. أيضا في معرض الجواب نقول كذلك أن للمدرسة بصورة عامة وللمرشد التربوي خاصة تحت المرشد التربوي، وللمرشد التربوي أيضا دور مهم وخاص جدا في رعاية الطلبة. لماذا؟ لأنه يتابع سلوكياتهم وانطباعاتهم وما يحملون من آثار جانبية إيجابية أو سلبية، فيقوم بتهذيبها وتجديدها. وبخاصة في هذا الشهر الفضيل، نعم الله يبارك فيكم، فيقوم بدوره بتشجيع الطلبة على الصيام أولا، لأن الصيام جنة والصيام هو يهذب سائر الأخلاق. والحمد لله اليوم كل كوادرنا التدريسية لها كل التقدير والاحترام، ما مقصر ويا أولادنا. جناب الأستاذ عقيل خضر الجبوري المشرف التربوي واختصاص اللغة العربية في تربية محافظة كربلاء المقدسة، كل الشكر والتقدير والاحترام لجنابكم الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وتقبل منا ومنكم الطاعة. الله يبارك فيكم. إذن مشاهدينا الكرام، في ختام حديثنا عن هذا الموضوع أكيد دعواتنا وأمنياتنا لكل أولادنا وطلابنا بالنجاح والموفقية. فاصل ثم لنعود.
مشاهدينا الأكارم نتواصل وإياكم، ووصلنا إلى حلقة التواصل بيننا وبينكم اللي هو سؤال التفاعل، واللي حقيقة طرحناها على الصفحة الرسمية للفيسبوك لقناة كربلاء الفضائية، وكان سؤالنا حول استخدامك للموبايل، هل بدأ يقل في شهر رمضان المبارك أم ذات المسيرة وذات الاعتياد على هذه الممارسة؟ خلينا نعرف أنه قبل لا نقرأ التعليقات ونشوف هذه تعليقاتكم النيرة، خلينا نخرج إن شاء الله مع استطلاع للآراء مع زميل ماجد الأسدي حول ذات الموضوع، من ثم لنا عودة. أسعد الله صباحكم أحبتي المشاهدين مشاهدي قناة كربلاء الفضائية أينما كنتم، ونرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الجولة الخاصة لبرنامج صباح كربلاء. تقبل الله صيامنا وصيامكم بأحسن قبول إن شاء الله. سؤال جولتنا لهذا اليوم يقول: الموبايل هذا الجهاز الصغير الذي أصبح يربطنا بالعالم كله، هل يقل استخدامك له في شهر رمضان المبارك؟ ابقوا أنا أحبتي المشاهدين، خلينا نستمع إلى بعض الآراء. إذا كان للأعمال الضرورية أو لقضاء بعض الحوائج من نتيجة يبقى استخدامه، وإذا لا كان لغرض اللهو فهو شهر رمضان مخصص للعبادة. بالنتيجة استخدامنا للموبايل إذا كان لأغراض مهمة يبقى استخدامه، وإذا كان لأغراض اللهو فالأفضل نبتعد عنه لأغراض التفرغ والتوجه لعبادات، خصوصا في هذا الشهر الفضيل الكريم اللي الله عز وجل خصه بالعبادات. ما نقدر نستغني بصوره نهائيه عن الموبايل، لانه ارتبطت حياتنا به من خلال الاتصالات ومن خلال حفظ الاوليات وغيرها، ومن خلال التواصل مع بقيه اخوتنا ومتابعه الاخبار. لكن شهر رمضان له خصوصيه من حيث قراءة القرآن، ومن حيث التفرغ للعبادات، ومن حيث الصيام. فلذلك أرى أنه استخدام الموبايل يقل في شهر رمضان المبارك بسبب تفرغنا للعبادة. حياكم الله وبياكم مشاهدي الكرام، وشكرا لماجد الأسدي على هذه الجولة. إذن إن شاء الله نقرأ التعليقات اللي وردت على الصفحة الرسمية لموقع قناة كربلاء الفضائية، وكرر السؤال: هل يقل استخدامك لجهاز الموبايل في شهر رمضان المبارك؟ كربلاء جنتي تصلي على محمد وتقول: نعم نقلل، لازم نقلل من عنده، بس اتصال الأقرباء والأهل ضروري، أكو قسم من الأدعية أيضا موجودة بالجهاز، وإن شاء الله الله يتقبل منكم صالح الأعمال. أحسنتم. أيضا من التعليقات الأخرى من أبرز المعجبين ودائما المعلقة لنا خادمة الحسين تقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تقول: رمضان كريم، نعم أحاول أن أقلل من استعماله، فالشهر شهر الله والوقت يجب أن نعطي الكثير لله، ومردوده علينا نحن في ضيافة الله، فعلينا طاعته وحسن عبادته ونيل رضا، ولا تشغلنا تفاهات الدنيا ويقل الثواب أو يقل التقرب من الله سبحانه وتعالى لا سامح الله. إذا مشاهدينا الكرام، أيضا من التعليقات الزميلة فاطمة عاشور تقول: إيه، لأن شهر رمضان فرصة لي وكثير ناس أنهم يكونوا أقرب إلى الله ويستغنموا هذه الفرصة العظيمة اللي ربنا منحها إياها. إذا مشاهدينا الكرام، كثير من التعليقات لكن نأسف لعدم قراءتها، لكن أكيد قرأناها بقلوبنا، وشكرا لكل هذه التعليقات، لأن وقت الحلقة شارف على الانتهاء. وقبل الختام أقول: في شهر رمضان المبارك أعد ترتيب